سعادة غامرة بالنسبة لي إن أنا أبقى مع حضراتكم، إن أنا أهنيكم بالبنت الجميلة دي. بس دلوقتي محمد حاطيني في مأزق، يعني كده معوزة من بي بي سي. Thanks, I have to welcome our colleagues from the States, Professor Rodriguez and his colleagues. You are most welcome in your second home country, Egypt. And I would love to have you always to support and to read this concern for the professional degrees, particularly in the field of reconstruction, Olympic reconstruction. After that, I think Professor Rodriguez, I should talk in my home language, in my mother language, so you have to give me an excuse. And if you would like to have any translation, I think Mohammed can do. But just to feel at ease and to talk to my colleagues from Egypt in our mother language. Do you agree on this? I think so. Okay. So you can finish your coffee. Yes. One day I've been to Tunisia, and all of them are talking French. And I don't know French. The only word from French, je ne parle pas français. This is my only word. That's why when I've been to the event, they found somebody to translate for me. When I get to my presentation, all the presentation was in English, but I was insisting to talk in Arabic, and as I have make myself and find some translator, you have to find some translators for you. I will talk in Arabic. And this was very impressive on the Tunisian, because you know Tunisian, all of them, even the lay people are talking French. And they would like to talk Arabic, but how come? So that's why please give me an excuse and I will talk in Arabic. أساتذتي الأفاضل والمنصة والزملاء كلهم، ويعني سعادة بالنسبة لي إن أنا معاكم هنا إن شاء الله النهاردة، وخصوص إن أنا مش غريب عنكم، أنا خدت السبيشاليتي بتاعتي سنة 76 عظم، شايفين أنا زي ما بتاع عظم يعني، خدت شهرين عظم سنة 76 من حبي في بتوع عظم. فالفكرة إن بالنسبة للدبلوم الحقيقة لما الدكتور محمد جه وطرح فكرة الدبلوم في إصلاح تشوهات العظام وكده، أنا حسأل الدكتور الأول هي دي الجامعة بتديها؟ قال لا، ما في جامعة ما بتديهاش. قلت له أنا مش عايز أخش في أي كومبيتيشن، وإحنا ما بنديش أكاديميك ديجريز، إحنا محافظين على بروفيشنال ديجريز، وما أخشش في كومبيتيشن مع الجامعة. الحاجة الثانية، لا هي مطلوبة؟ وأظن الترجمة كانت ترجمة عملي، إنها كان واضح جدا إنها مطلوبة جدا، وان الاقبال عليها وبيتزايد باستمرار. يعني الحقيقه بفضل الله مش من مصر بس، من الدول العربيه كتير صديقه جم، وبقوا هم دول فعلا الدعايه الحقيقيه للمعهد والدكتور بادائهم المتميز. فالحقيقه يعني وكل مره الدكتور محمد يكلمني عن الدكتور احس انها باستمرار في نمو وفي تطور وطلب مستمر عليها. فالحقيقه دي كانت يعني حاجه من الحاجات كانت لها وقع كويس جدا علينا كلنا في المعهد وفي الاتحاد وكده. وبعدين الحقيقه الشكر يعني يذكر ان هو بس كان حاجه فيه شكر واجب لحضراتكم كاشتراك في الدبلومه دي، وكاشتراك في المؤتمر، وكدعم للمؤتمر ودعم للنشاط نفسه. هل لازم يذكر الدكتور محمد فاضل بالريزيستنس والبرسيفيرنس والاصرار والدأب والاخلاص في هذه الدبلومه؟ الحقيقه يعني انا مش محرج ان انا اقول الكلام ده قدامه ولا نوع من النفاق، لان انا قناعتي اذا مدح المؤمن في وجهه ربى الايمان في قلبه. مش مبدئي قطعت عنق الرجل وما تمدحوش في وشه، لا، فانا بمدحه في وشه وانا عارف ان هو يعني سيرب الايمان في قلبه ان شاء الله. فانا يعني والاساس طبعا حضرتك عارف الفتره اللي بينه غيره ولا ايده ولا رجله. لا طبعا انا بس خايف اذكر اسم وانسى الثاني. اسم هم كلنا احنا جروب واحد والله. الحمد لله رب العالمين. هو ده برضه تنويه واجب.
جميع مواطنين مصر جميع اللهم لك الحمد. فيعني بشكرهم جميعا دون ذكر اسماء عشان بس ما انساش حد على هذا الجهد المتميز والثمره الطيبه جدا جدا. برضه فكره المؤتمر الحقيقه كانت فكره جيده جدا، وان شاء الله يعني ايه يعني تتكرر وتزيد وتبقى يعني يعني اكثر عالميا صح التعبير يعني. فانا طبعا عارف ان وراكم يعني محاضرات وكده، انا بس جاي فعلا مش اداء واجب، حبا في اداء الواجب وفعلا وامتنان شديد جدا لكل الدكتور محمد وكل القائمين على الدبلومه وعلى حضراتكم. ويعني يعني الوصيه دايما اللي بقولها في كل الدبلومات، انت هتبقوا الدعايه الحقيقيه لهذه الدبلومه ولهذا المعهد بعملكم المتميز، وان ان شاء الله يترك ثمره جيده في الاخر تصب في خانه المريض. شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا لدكتور محمود ودكتور خبير. الحقيقه يعني عدد كبير. شكرا لكم جميعا. Thank you so much, Rodriguez and his colleague. And most welcome to Egypt, and please come again.